سبحان الله الشمس هي نفس الزرار. انا اليوم خاطرتي يعني مدوره، خاطرتي اليوم على الزرار سبحان الله. الزرار هو يعني يستر بتشداشه بدله بنفلوف نسائي رجالي اطفال، ويعطي شكل والوان متعدده بلاستيك ومواد غير ومن احجار. واول سبحان الله ايام نبينا شبينا طبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ما ندري شلون كان عندهم ازرار او لا سبحان الله. وهي شغله الخياطين والفنانين وي والله والديزاينيين والمصممين والمصممات. الحين صارت جامعات سبحان الله، وفيهم يحطون الازرارات على الكم، يحطونه يعني ديكور، وقليل ما يستعملونه، بس تناسق الالوان لازم لازم نفس اللون. الله يرحمه كان خالي سيد حامد الرفاعي يقول لك شري. والازرار كبيره وصغيره ووسط، وفي ناس يسوي الازرار يقول له خلي الدشداشه مخفي. يعني هو الازرار بس يستعملها بيده، الناس ما تشوفه بعينها سبحان الله. فهي الازرار والازرار ستر. نعم. يستر الانسان. اي والله سبحان الله. لكم سرابيل تقيكم الحر والبرد. سرابيل تقيكم باسد. اي والله سبحان الله. هم في مواد يستعملونها الاحياء، بس الاموات يعني خلاص ما يستعملونها. اي والله سبحان الله. وهو يعني مرات الواحد يستعيل يطلع من بالبيت او تستعيل ينسى زرار مفتوش، تعال زرك شب. وكانت اول بزمات بالسبعينات الكويت بزمات الله يرحمه، يعني زر وبعدين يحطون عليه بزمه. فسبحان الذي ستر العباد في الارض وفوق الارض وتحت الارض. هو سبحان الله الازرار كلمه جايه من الازار مو؟ يعني الكويتيين يسمونه وزار سبحان الله. فان شاء الله يا رب تكون ازرارنا واسرارنا حلوه، واللي طايح الأسرار مثل ما يقولون زرار مثلي يدور عليه. شوفوا زرار يا نط واحد راح كاو شوفوا. فهي سبحان الله. شوفوا انا اليوم جت خاطرتي من شغله يعني حسيت فيها انها ناقصه، بس هي الكشخه مطلوبه مولانا شيخ المنوفيه. لا والله للمقتدر وغير المقتدر، لغير المقتدر ان استطاع الله. الله جميل يحب الجميع. بس هو سبحان الله سبحان الله ما استر الجميع الازرار. ليش مدور؟ عشان حركه الايد. ها وسبحان الله الازرار الشغله الوحيده اللي الواحد يقدر يشوفه يفتحها ويسكرها بايد واحده، يعني تقدر تفتح وتسكر بيد واحدة. وهذا هو الازرار. خلوا اوريكم اياه. وين الازرار؟ هذا هو سبحان الله. ليش زعلان؟ هذا هو الازرار دائري. لان الكاميرا سبحان الله. مولانا انت في زرار نسيته بحياتك؟ بابلني. شكرا.